مرة تانية برحب بحضراتكم. ومن النهاردة الحقيقة مش حابب خلاص بقى نفتح ملفات اللي فات، يعني إذا كان في اللي فات دروس مستفادة تنفعنا في اللي جاي نتكلم فيها، لكن حابب أكتر يكون وإحنا بنتكلم معاكم في السادسة عنينا على اللي جاي، وحابب أكتر إن دور جماهير النادي الأهلي هي التركيز مع فريقها، ونبدأ زي ما بيقولوا كده نفتح صفحة جديدة. عندنا ظروف إيجابية أو متغيرات إيجابية كتيرة جدا بنبدأ بيها الموسم ده، أولها إن الفريق بتاعنا لأول مرة من 3 مواسم بياخد راحة، تانيها إنه في جهاز فني جديد بيتولى المسؤولية في ظروف طبيعية وفي توقيت مناسب جدا، تالتها هو تدعيمات النادي الأهلي سواء بالصفقات المحلية أو حتى الصفقات الأجانب واللي لسه بأكد لم تكتمل بعد. خلينا نبص على مشوار الأهلي اللي هيبدأ كمان أسبوع والموسم اللي جاي وتطلعات جماهير النادي الأهلي مع واحد من كبار نجوم النادي الأهلي وواحد من كباتن مصر الكبار طبعا كابتن عادل طعيمة اللي بيشرفنا النهارده في السادسة. مساء الخير يا كابتن عادل. استاذ احمد نور الدنيا. نورك يا حبيبي، وحشنا بقالنا كتير ما تقابلناش. شرف كبير ليا والله. والله نتفائل بوجودك معانا واحنا على بعد ايام قليله جدا من بدايه الموسم، وزي ما كنت بقول في ظروف كتير مختلفه عن ال3 مواسم الاخير. السنه دي الاهلي ادى راحه سلبيه حتى مبكره قبل الموسم الاخير ما يخلص. السنه دي جهاز فني بيجي بياخد فتره اعداد. السنه دي سكواد الاهلي بيقدر يعمل تدعيمات ما قبل الموسم. معظم صفقات الاهلي كانت بتيجي تخش على المفرمه على طول زي ما بيقول. هبتدي معاك من الجهاز الفني، ازاي بتشوف التعاقد مع مارسيل كولر السويسري؟ ويعني من خلال متابعتك انت اكيد بتشوفه وبتتابع، ايه الفوارق او ايه الحاجات اللي شفتها ايجابيه في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه على ردا على كلامك، دايما اللي في النادي الاهلي لازم يبقى متفائل. مش انا اللي اجيب التفاؤل، لا ده التفاؤل ده من يوم النادي ما اتنشا. ايوه، من الوطنيه، مع عدم دخول الانجليزي النادي الى النتائج. هي الدقيقه 96 و97 دي جت صدفه. يبقى الجمهور قاعد وعارف ان الجول هيجي في الدقيقه 96. ايوه، ده نتيجه ايه؟ ثقه وتفاؤل. فطول ما انت بتشجع هذا النادي فانت في التفاؤل. الحاجة التانية برضو قبل ما يعني أجاوب على سؤالك، اللغط اللي موجود، فأنا بشوف إنه النادي الأهلي بمثله شجرة ودورها في الأرض وفروعها في السماء ومليانة ثمار. وبعدين في حاجة كده صغيرة كده، حاجة صغيرة كده ماسكة حاجة عمالة ترمي، حتى اللي هي بترميه ما بيوصلش للشجرة دي. فأنت لجمهور النادي الأهلي عظمة هذا النادي و كبريائه ومبادئه وقيمه، دي كلها حاجات كلها لازم نبقى عارفين قيمة. أي. هذا النادي اللي احنا بنشجعه. بالنسبة للمدير الفني، في حاجات بحكم من الفترة الكبيرة اللي الواحد اشتغلها كمدير فني، دايما كده بيبقى فيه لقطات صغيرة. هي صغيرة بالنسبة للناس بس بالنسبة لنا كبيرة قوي. طبعا انت اكيد العين مختلفه والتجربه مختلفه تمام. والخبره مختلفه، فاكيد نظرتك بتبقى باصص على حاجات ممكن الناس ما تاخدش بالها من التفاصيل دي. مدرب جاي من سويسرا نازل على مصر، ومش يعني قرا شويه اتفرج شويه. أيه. فبقى بينزل من الطياره ما بيروحش على الفندق يحط الشنط وياخد دش ولا حاجه، لا بيروح رايح على النادي على طول. ده معناه ايه؟ معناه ان الراجل بيحسب الوقت بتاعه بالدقيقه. لانه عنده شهر، الشهر ده بالنسبه له عباره عن عدد معين من الدقائق، من الدقائق يعني من ساعات. أيوة. والساعات بتبقى تتحول الى دقائق. فالدقائق اللي عنده في خلال الشهر لما هيتمرن كل يوم 4 ساعات اضربهم في 25 يوم لانه عنده شهر ب 100 ساعه. فال 100 ساعه دي بالنسبه له بدني، قياسات وقياسات جديده ما اتعملتش قبل كده. أي. وبعدين تحضير تكتيكي وتحضير بدني وتحضير نفسي وتعارف، وبيشوف الولاد الشباب اللي ممكن ينفع واللي ممكن يعار. ايوه، كل الامور دي مجرد ما يشوف ارضيه الملعب، بيشوف الامكانيات. العلاج ايه؟ ايوه، المطلوب ايه؟ واللي مطلوب ايه بحيث ان هو ما يضيعش ثانيه. فالراجل ده اولا بيحترم جدا مهنته وبيحترم اكتر النادي اللي هو جاي له. وعايز ينجح، عنده طموح عايز ينجح. الحاجه الثانيه بيبدا الشغل اللي طبعا كلنا بنتمناه طول عمرنا، النادي الاهلي ما فيش على طول مواسم داخله ببعض. ايوه، يبتدي الكشوفات، القياسات،
قياسات القدم اللي هي ما اتعملتش في ولا في الشرق الاوسط تقريبا، ويشوف قد ايه كل لعيب احتياجاته ايه البدنيه والتكتيكيه، ويشوف شرايط. وبعدين من الحاجات اللي برضو لفتت نظري انه الراجل ده كم من التواضع اللي موجود عنده، وبيخش قلب اللعيبه بسرعه جدا، نتيجه انك بتلاقي حتى اللعيبه وهي بتبذل جهد بدني وبيجوا من الصبح من الساعه 7 يمشوا الساعه 8، ومع ذلك مفيش غضاضه ولا في، بالعكس الجهد البدني ده يعني مبتسمين. ايوه في 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 مدربين يخافوا من الاول انه يعني ممكن او وارد انه يقول لك ايه، انا لسه في مرحله التعارف فمحتاج اكسب يعني اكسب ودهم ودهم بالظبط كده، فالامور تبقى لطيفه. لا، وفي ناس ثانيه تقول لك اخاف اعمل فكره اليوم الكامل دي، فاللعيبه في بدايه موسم تبقى ايه يعني متنشنه متضايقه. لكن على العكس، على العكس حسب كلام حضرتك على العكس اللي هو وده اللي حصل. اذا عايز انا ود اللعيبه ولا انا عايز فايده اللعيبه؟ مظبوط. فاللعيبه خدها مني قاعده، اللعيب دايما مع المدرب اللي بيشغله شغل جامد جدا في فتره بيبقى كارهه، لانه اجري اسبرنتات شغل جامد بيبقى مش طايقه، بمجرد ما يعدي فتره الاعداد بيبقى عايز يبوس على دماغ المدرب. ليه؟ لانه وصله لمرحله زي ما انت طالع على السلم بتطلع يعني ها تعبان، بتبقى فت بص تلاقي تطلع السلم ده تك تك على طول، فده بيبقى فت. يبقى كده بيبص للمدرب ده عايز يعني يبوس دماغه، عايز يشكره. ليه؟ لانه هو وصله للمرحله اللي هو فيها انه يقدر يسعد الجماهير من خلال الجهد البدني اللي بيأديه. الحاجه الثانيه، لا يحب الظهور في الاعلام، ويمكن كابتن اسلام كان عايز يعمل له مقابله وبتاع، راجل مش جاي علشان يتكلم عنه ولا عشان اي حاجه. فبالتالي طبعا دي حاجه بتتحسب له ان هو راجل عايز يشتغل، وشغله هو اللي يعني يوديه للحته اللي هو محتاجها. حتى الماتشات اللي لعبها، الماتشات الوديه، رفض انه يتم اذاعتها، وفضل ان هو يقفل على نفسه ويقفل على الفرقه، على الرغم انه يعني الماتشات دي بتبقى بالذات في بدايه موسم مطلب جماهير، كل جماهير الاهلي حتى لو ماتشات وديه عايزه تشوف الشغل المدير الفني، عايز تشوف اللعيبه، عايز تشوف الصفقات الجديده، لكنه فضل ان هو يعمل اطار من السريه على الثلاث ماتشات اللي لعبهم. وعايز اخد رايك في الثلاث ماتشات وايه فايدتهم مع طبعا اليوم الكامل، بس اسمح لي كابتن عادل هروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده كابتن الكبير عادل طايمه معانا في السادسه بعد الفاصل.